بعد تأكيد حالة وفاة بالحمى النزفية في سامراء، تصاعدت مخاوف المواطنين من تكرار سيناريو وباء كورونا، مع غياب أبسط الخدمات الصحية وتهالك المستشفيات ونقص العلاجات. الأعراض تكون حمى شديدة تنتهي بالوفاة، تقرحات تكون في الفم والأعضاء الداخلية والعين ونزف في الأعضاء الداخلية تؤدي إلى الموت. إذا أردنا نقارن مستشفى سامراء بالمستشفيات الأخرى، فهي مستشفى لا تصلح أن تستوعب أي حالة، لأن بدليل أنه مستشفى سامراء لما دخلتها حالة الإصابة بالحمى النزفية مباشرة تم نقلها إلى تكريت ثم إلى بغداد، والحالة أصلا ما وصلت إلى بغداد، توفيت في الطريق. الإدارة المحلية والقوات الأمنية شرعت بإجراءات للحد من انتشار المرض، أبرزها فرض الرقابة على القصابين لمنع الذبح العشوائي وعدم السماح بدخول الأغنام من خارج المدينة. مستشفى بغداد تحفظت على الجثة لحين خروج المسحة، والإصابة من تأكدت احنا بدينا بإجراءات. الإجراء الأول هو تعفير المكان، القطاع الصحي والمستوصف البيطري أخذ إجراءات، احنا فاتحنا بما يتعلق بغلق الخروج والدخول. بصراحة الإجراء المتخذ من قبل المستوصف البيطري الآن في سامراء هو رادع جدا. الحمى النزفية كابوس جديد يؤرق العراقيين، فباتت أفضل الحلول هي الوقاية من الإصابة بهذا الوباء مع غياب اللقاح والعلاج لهذا الفيروس. من صلاح الدين محمود الكنعاني، السومرية.